وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من الحدود السورية التركية مراسل أخبار الآن مصطفى جمعة. مصطفى أهلا بك، ما جديد حصيلة الضحايا؟ أهلا بك هاني. حقيقة يعني لو جينا نتكلم عن الحصيلة النهائية أو ربما الترجيح لعدد القتلى الذين سقطوا في هذا القصف، إن كان بالغازات السامة وإن كان بالقنابل والصواريخ الفراغية، الحصيلة التي تمكننا من توثيقها تقريبا هي ل76 مدني تقريبا. أقول لك هاني يعني لا يمكن لأحد التأكيد هذه الأرقام بسبب انعدام وسائل التواصل وأيضا قلة المصادر الإعلامية في تلك المنطقة النائية إذ هي تتبع للبادية السورية، ولكن الحصيلة تتكلم عن 76 مدني موثقين بالاسم، أكثر من 14 شخص منهم قتلوا بالغاز اختناقا، الغاز الذي لم يتم تحديده لهذه اللحظة إن كان سارين أو كلور أو غاز آخر، ولكن الجميع يؤكد أن هنالك ثمة أشخاص قتلوا اختناقا، وهنالك حالات حرجة جدا لهذه اللحظة تنتظر يعني وصول بعض الكوادر الطبية المؤهلة من المناطق النائية والنائية جدا هاني. وهنا بشأن نعم وأنا كنت سأسألك يعني مصطفى، وأنت مراسلنا في حماه وريف حماه وتعلم تماما يعني تلك المناطق ويعني جغرافيتها وخصوصيتها وأيضا الإمكانيات المتواجدة وعلى تواضعها أمام هذه القرى والضياع والبلدات، كيف هو الوضع الطبي؟ يعني كيف قدرة تلك المناطق على مواجهة مثل هذه الحالات؟ تتحدث عن غازات سامة مثلا. نعم كما تكلمت هاني بالفعل هي مناطق بالبادية السورية وعلى زمنها أو قبل الثورة لم تتوفر فيها المستوصفات والمشافي، وفي ظل الثورة يعني هذه المنطقة رزحت تحت وطأة سيطرة قوات النظام إلى فترة متأخرة، ومن ثم سيطرت عليها فصائل المعارضة ومؤخرا سيطر عليها تنظيم داعش، وهذا ما يجعل التأكد من بعض الأنباء يعني غير أكيد. النقاط الطبية منعدمة بشكل تام، بعد جهد كبير تواصلنا مع أحد الأشخاص الذي تواصل معنا عبر التغطية السورية عبر شركات السورية التيلي والإم تي إن، أكد لنا وبأنه يعني الكثير من الحالات يقومون بإسعافها بالإسعافات الأولية كوضع الغازات المياه الغازية على بعض قطع القماش والتنفس الاصطناعي وما إلى ذلك. وبالإضافة إلى يعني إصابات لنقل بالصواريخ الفراغية في خاصة في قرية سوحة قصفت بالصواريخ الفراغية، هنالك حالات نزيف لحد هذه اللحظة لا تزال تعاني من عدم توفر الأدوية والمعدات الطبية وأيضا الكوادر المؤهلة لإيقاف النزيف ومعالجة الجروح والإسعافات الأولية. مراسلنا الميداني مصطفى جمعة أشكرك جدا على هذه الإيضاحات.